نقطة الذهب ونقطة المباراة بشرط الاستقبال الجيد من لاعبي النادي الأهلي. ولازم نشغل السريع بقى ولا إيه يا عبد الله؟ ولا هتديها على طول لسعيد؟ هنشوف في المنطقة الخلفية، وأدي هنا استقبال جيد ومتقن، وفي مركز أربعة المنعم، وكرة كده في الزاوية بنقطة مباشرة يشير إليها حامل الراية بنقطة، ومبروك النادي الأهلي. وبنعود مرة تانية للكابتن هيثم السعيد والدكتور فؤاد عبد السلام لتحليل اللقاء. خلي الحاجة دي جنبك بقى.